تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون، وتوقف الرئيس السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.